بسم الله، هشوف ازاي النهاردة نتحكم في الاورينتيشن. يعني على سبيل المثال عايز ارسم حاجة بسيطة مثلا زي مكعب كده، فاجي اقول له من درافتنج اقول له انا عايز ارسم بليس بلوك بالشكل دوت. تمام. وبعد كده مثلا عايز ارسم لاين. طيب عايز اتحكم في الاتجاه بتاعه، هو اقول له حرف الاي تمام وارسم كده، او اقول له حرف الاي هرسم الناحية التانية، او الاي هبقى لازم ارسم في الاتجاه دوت. تمام. فانا هرسم مثلا كده خط كده وادوس كليك عشان اخد الامر. عايز ارسم مثلا مربع الناحية دي، ادوس على النقطة ديت الاقي نفسي ماشي في اتجاه الاكس والواي. طب انا عايز ابدا اخد الزد. طب خلينا نرسم كده في النقطة، في النقطة اللي فوق ديت هتلاقي الشغل بتاعك مش مظبوط، خد نفس الخط دوت. طيب لو انا عايز ارسم مظبوط يبقى ادوس الاي. بص ديت هتلاقيها اتحركت في الاتجاه دوت اللي هو الاكس مع الزد. راح ارسم النقطة دي. طب من هنا برضه نفس الفكرة، انا ارسم في الاكس والواي. طب انا عايز اغير كده، بقيت ارسم في الاكس والزد. طب انا عايز الواي والزد، ادوس اي حرف الاي تاني في الكيبورد، حرف الاي اي الفنت، واروح ايه رسم النقطة دي. تمام. ونفس الكلام برضه، يعني بدأت من النقطة دي وهرسم واروح ايه بس حرف الاي وابدا اختار المكان اللي انا عايزه. تمام. طيب دي مش مظبوطه، هقول له تاني النقطه دي وادوس حرف الاي. ايه كده انا مظبوط كده، انا في اتجاه الواي مع الزد، اروح مختار النقطه دي. وهنا برضو ممكن بقى دلوقتي ارسم من هنا عايز اوصل للنقطه دي، اروح دايس اي كده الاكس مع الزد. طيب اروح خاتم كده، انا رسمت المكعب هو قدامنا زي ما احنا شايفين. وببساطة نقدر نيجي هنا اقول له مثلا عايز اشوفه في الموديلنج مثلا بالشكل دوت، عايز اشوفه واير فريم، عايز اشوفه اي حاجة بقى انت، اي شكل انت عايز تشوفه تبدأ تختار الشكل بتاعه.